اليوم نحن بمركز أو بمتحف إدلب حبينا نعمل معرض تضامنا مع ذكرى 12 للثورة السورية المباركة. حبينا نوجه رسالة من خلاله بريشتنا تزول الألم أنه تكون يعاد رعاية هالمبيعات اللوحات لمتضررين الزلزال. حبينا أنه من خلاله يكون في رسم وخط. نحن بلشنا أول شيء بمبادرة هي لدعم إخواننا المتضررين بالزلزال، شاركنا مع إخواننا الخطاطين والرسامين والفنانات والفنانين. هلأ المبادرة هي لاقت صدى كبير والحمد لله نحن كنا متوقعين إقبال الفنانين عليها قليل والحمد لله شارك عدد كبير من الفنانين. هلأ نحن بهالمبادرة هي بلشنا فيها كعمل بسيط جدا، يعني نساهم مع إخواننا اللي ساعدوا المتضررين والحمد لله لاقت صدى كبير وإقبال. هالمعرض هذا سبحان الله يعني كان في إقبال على الناس، انبسطوا منه كلفتة فنية، نحن كأشخاص إنه كفئة مجتمعية الفنانين والخطاطين موجودين وشاركوا فيه،